أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أنا منذ أن عرفت الدراسة في جميع مراحلها وأنا أقوم بالغش في الامتحانات، وها أنا قد انتهيت من دراستي الثانوية وقد تبت إلى الله عز وجل بعد أن هداني الله وعرفت فداحة ما كنت أعمله. السؤال يبقى من ثلاث نقاط فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن ألتحق بإحدى الكليات؟ وهل لي أن أتوظف بهذه الشهادة؟ وهل الراتب الذي أستلمه حلال أم حرام؟ وديهوني فضيلة الشيخ. عليك بالتوبة إلى الله والاستغفار مما حصل، والوظيفة إذا كنت ستقوم بالعمل على الوجه المطلوب عليه فلا بأس أن تتوظف، لأن المدار على القيام بالعمل على الوجه المطلوب. فإذا كنت تستطيع القيام بالعمل على الوجه المطلوب فلا مانع أن تتوظف. وأما من ناحية الخلل الدراسي وضعف المعلومات بسبب الغش، بإمكانك أن تواصل الدراسة، أن تواصل الدراسة حسب استطاعتك وحسب ما تتمكن من حضور الدروس، ولو عن طريقة الانتساب أو حضور مجالس الذكر مع أهل العلم في المساجد. عليك أن تكمل ما نقص من معلوماتك بكثرة الدراسة وكثرة المطالعة المفيدة. وأما الوظيفة فإذا كنت تستطيع القيام بالعمل على الوجه المطلوب فلا مانع أنك تتوظف. نعم.